قضى حديثه فقال: أين السائل عن الساعة؟ إذن يسمع النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه يعلمنا اختيار الوقت المناسب، وفي نفس الوقت أن السؤال الجواب يكون في نهاية الكلام، نهاية الدرس. قال: ها أنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم زمانا أم وصفا؟ انتبه، هل أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم زمانا أم وصفا؟ الجواب: زمانا. والله ما أنا عارف عنك، زمان عنك ما جيت. تفضل. أعطاه وصفا. شو الوصف؟ شو الوصف اللي أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم في الأخير؟ إذا ضيعت الأمل. قال له بعد 200 سنة في يوم قيامة، بعد 300 سنة، عشان هاي الكتب اللي بتطلع بتضحك على الناس، قيام الساعة 2023، زوال إسرائيل 2025، زوال، هذا كله كذب على الإسلام. فانه طلع كتاب زوال إسرائيل 2023 في قبل حوالي 10 سنين، باعوا منه مليون نسخة، بس قرب 2023 قالوا لا، يمدد الى بدنا نبيع كمان. وتنو ألفوا كتاب عمر أمة الإسلام، باعوا منهم مليون نسخة، بعدين تنو شافوها قربت، وبس تؤلف ولا تؤلفان، بس شافوا صارت 2000 قال لك لا 2000 هجري، وبس عار كل ما بصير. تعطي الزمن، الشرع أعطى وصفا. ما هو الوصف؟ إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. طب وما تضيعها؟ ما هو تضييع الأمانة يا جماعة؟ خلينا، وهي الحديث قدامك، بدها تحذر، بدها توقعات، أم شيء واضح من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم؟ متى تضيع الأمانة وأعلم أنه اقترب يوم القيامة؟ بدنا أصابع جديدة، إيه بدي أصبع جديد. أيوه يا زلمة، الله يجزيك الخير، الله يبارك لك زواجك الجديد، بس ركز معي يا زلمة. فول أسعنا الله، طبعا أخونا تجوز الثانية جديد يعني، فمعذور يعني، عقبالنا ماشي، عقبالنا يا سيدي، بلش الأمور ترجع يعني الحمد لله، بعد ما طلعنا وكنا مستويين. تفضل. نعم، إذا أسند الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. طيب ما معنى إذا أسند الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة؟ إيش يعني أسند الأمر؟ بدي عبارة مختصرة، بديش تقعد تشرح 10 دقائق، عبارة مختصرة. أيوة، واحد ما بفهم في شيء حطوه في مكان ما بفهم فيه، يعني هذا بالتعبير العامي 100%، بس يعني ضبط العبارة. أنا حياضي يودوني ميكانيكي. كلامك صحيح، مثال 100%. وضع الرجل غير المناسب في المكان، أنه مناسب مش مناسب. فإذا وضع الرجل في المكان غير المناسب، بس إذا أسند الأمر فانتظر الساعة. طب أعطيني أمثلة. أخونا ضرب لك خياط، أخونا خياط، قلنا له تعال يا عمي بدنا نحطك ميكانيكي، قال لك أنا بتاع كله ما تقلقش.